إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم صديقاتي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والمتقصف. هذه الوصفة ستجعل الشعر يبدو لامع وناعم جدا، كما لو أنك تضعين كيراتين لشعرك. طبعا لا أنصح بوضع الكيراتين أو المواد الكيماوية لفرد الشعر لأنها تسبب أضرار كثيرة للشعر، وأنصح دائما بوضع وصفات طبيعية. إذا كان شعرك متقصف وجاف وتالف بالصبغات والأدوات الحرارية لتمليس الشعر، وكنت تعانين من خشونة شعرك، فأنصحك بهذه الوصفة السحرية ولن تستغني عنها بعد استعمالها. إذن لتحضير هذه الوصفة الطبيعية سوف نحتاج إلى المكونات التالية. سوف نحتاج إلى قشور الموز. طبعا بعد أكل الموز احتفظوا بالقشور لأنها فعالة جدا ونافعة. قشور الموز لها عدة فوائد على الشعر، وأنصحك بجمعها بعد تناول الموز وصنع هذه الوصفة بها. وسوف نحتاج إلى المكون الثاني وهو الحليب. نعم، كأس من الحليب السائل. والمكون الثالث سوف نحتاج إلى نشا الذرة، مقدار ملعقة من نشا الذرة. سوف نصنع هذه الوصفة بهذه الثلاث مكونات. أولا سوف نقوم بطحن قشور الموز مع الحليب في مطحنة كهربائية. إذن سوف نأخذ القشور وسوف نقوم بوضعها في سنقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، وسوف نضعها في الخلاط الكهربائي. ثم سوف أضيف الحليب، سأضيف قليلا ثم سوف أطحن جيدا، بعدها سأضيف بقية الكأس. إذن بعدما قمت بطحن قشور الموز مع الحليب تصبح بهذا الشكل، سوف أفرغها في إناء يوضع فوق النار. الآن سوف نضيف المكون الثالث وهو طبعا النشا أو نشا الذرة، مقدار ملعقة كبيرة. وسوف أخلط جيدا المكونات معا، وسوف أقوم بوضع هذا الإناء فوق النار ومع التحريك طبعا حتى يصبح الخليط متماسك وثقيل نوعا ما، ثم سوف أزيله. وهذه هي الوصفة، كما ترون تصبح بهذا الشكل. سأقوم بتفريغها في هذا الإناء. ونحصل على هذه الوصفة بهذا الشكل، كما لو أنها كيراتين كيماوي، كما ترون شكلها ثقيل جدا ولزج كما لو أنه كريم. طريقة استعمال هذه الوصفة، يوضع هذا الكريم أو هذا الكيراتين الطبيعي على الشعر وخاصة الخصولات، وتعملون تدليك كما لو أنكم تضعون الكيراتين الكيماوي.
أي تأخذون خصلة وتضعون فيها كمية من هذه الوصفة وتبدأون بالتدليك بأصابع طبعا اليد مدة 5 دقائق. ثم عندما تنتهون من وضع هذه الوصفة على كامل الخصولات، تلفون الشعر ببلاستيك غذائي وتتركون الوصفة مدة لا تقل عن ساعتين. ثم بعد مرور ساعتين تغسلون هذه الوصفة من شعركم بالماء الدافئ والشامبو. ويمكنكم اعتماد هذه الوصفة طبعا قبل أخذ أي حمام، يمكنكم استعمالها مرتين في الأسبوع إذا أردتم، فلا بأس في ذلك. هذه الوصفة تعطي مفعولها من الاستعمال الأول، وفي كل مرة تقومون باستعمالها وغسل شعركم سوف تحصلون على شعر أكثر ناعم ومنساب وجد حريري، سيعجبكم شعركم بهذه الوصفة الطبيعية. وأنا أنصح كل فتاة باستعمال هذه الوصفة واعتمادها كوصفة أسبوعية. إذا صديقتي، كانت هذه الوصفة السحرية لليوم لتنعيم وتمليص الشعر، أتمنى أن تعجبكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، اعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.